وقت معدل 76 يعني هو بسيط بالنسبة للطلاب حاليا، بس ما شامله بكل طموحي صراحة. كنت يعني أريد معدل عالي، كنت أرغب أنه أدخل محاماة أو قسم قانون، والله كان طموح أنه أصير ضابط، أنه أدخل كلية ضباط. بس ظروف، يعني حاليا ظروف فيها حكمة علي أنا اللي أدخل هذا القسم. كان طموحه أنه هو أصلا يروح قانون، بس تعرفين المعدلات والوضع الحالي يعني منع منه. يعني وليش ما يعني مثلا لجأ أنه يدرس بكلية أهلية مثلا؟ التكاليف، الدخل حاليا يعني شوية صعب، يعني أنه الكليات الأهلية يحتاج لها يعني مبالغ، يعني مو سهلة. قصة متكررة، يعني مو بس عندي هسه، مثلا تلقينا واي مثلي بالجامعة أو بقسم، يعني تلقينا واي حالات متكررة ومشابهة. فشون يعني مثلا الحالة إذا بالجامعة راح تشوفين هواي طلاب كان حلمهم غير شيء ودخلوا غير شيء. والله احنا نقيس على عباس، بس هو اكيد يعني كل الطلاب هم نفس الشيء، يعني نفس الشيء يحتاج، ومو بس عباس، بس كاحتياج عام الطالب يحتاج يعني ملبس ومأكل ومصروف خارجي، مصروف بالجامعة، التنقل مالته، الملازم الدراسية، يعني تعرفين هسه يعني اغلب يحتاج الى مصادر، والمصادر مو سهلة انت، فكل طالب يعني يحتاج بال $150 مصروفه الشهر. هذا يعني هذا اقل شيء، طبعا هو المفروض اكثر، بس هذا ممكن اقل شيء يعني يحتاج الطالب هسه بالوقت الحاضر. وحضرتك تقدر تامن له هذا المبلغ؟ والله انا بالنسبه لي كجزء قليل، بس هو بالاكثر شيء اخته مساعدته، لان اخته موظفه وجاي تساعده بهذا الموضوع. يعني مو بس الجامعه، يعني يحصر نفسه بين الجامعه والبيت؟ لا غلط، مره يطلع بس خله طلعاته يعني بس يوم واحد بالاسبوع. بس هو من النوع الشاب ما أقلش بالعطلة يظل قاعد طلعات وما أدري شو لا يشتغل، إيه بالعطلة يشتغل ويخلي له مبلغ. هل قصر أفويت اليوم طلعت ملابسه؟ أنا أركب باص، يعني لازم باص ينقلني للسوق، موقف الباصات الكبير، ومن السوق أروح للجامعة، يعني تقريباً بحدود 60 إلى 70 ألف. يعني وتعرفين يعني حالتنا، مثلاً حالة الطلاب يعني ما يقدر واحد يركب تكاسي أو هيك، يعني فسالفة التاكسي جداً صعبة للطلاب يومياً. يعني نشوف إحنا باقي البلدان أكون خاصة يعني بطاقات للطلاب، تخفيض للطلاب، ومرات حتى يعني وسيلة نقل مجانية للطلاب.